يوم أمس كانت أمسية شعرية زجلية ساهم فيها واحد مجموعة من الشعراء والزجال من مختلف مناطق المغرب. كنشكرهم جزيلا على مشقة التعب والسفر. كما كتشوفوا معنا اليوم عندنا فطور جماعي اللي كيتكون من ثلاثة ديال محطات تراث المغرب، من ضمنهم ثقافة الأمازيغ وثقافة الصحراء المغربية وكذلك التراث العرائشي. وهناك أيضا ورش للمطبخ العرائشي الذي سيتم من خلاله تقديم كتاب دليل المطبخ العرائشي. كذلك هناك جولة سياحية بمسارات مدينة العرائش القديمة والشميش وكذلك يعني هناك يوم غد إن شاء الله عندنا ورشة رسم وكذلك ورش بيئي بحي النصر. اختارت جميع هذا الحي هذا لأنه من ضمن النقاط السوداء اللي كاينة في مدينة العرايش اللي محتاجة يعني جمعيات باش ومن هذا المنبر كان موجه يعني نداء للجمعيات باش يقوموا بمثل هذا الورشات في الأماكن اللي يعني محتاجة المساعدة مع الشركات مع شركتين كول وكذلك مجلس البلدي. كذلك هناك ورش للفن التشكيلي لصالح أطفال مدينة العرائش وهو ورش مفتوح. وهناك سهرة ختامية لمركز استقبال غيتم من خلالها تكريم مجموعة من الفاعلين الجمعويين لمدينة العرائش وكذلك الاحتفاء بمندوب الشباب والرياضة السي حسن الشهراوي. نعم، ثم اخترتوا المجال ديال تثمين التراث يعني التقليدي المغربي يعني سواء في الطبخ وكذلك يعني في يعني بالنسبه لكم انتم كيفاش كتشوفوا هاد احياء هاد التراث هذا يمكن يساهم في التثمين ديالو واعطاء واحد القيمه يعني وتنميه السياحه يعني على المستوى المحلي. بالطبع هذا هو كان الهدف الاساسي من هذا النشاط بالنسبه لنا. حاولت من خلال البحث اللي قمت به مع ساكنة مدينة العرائش في مجال الطبخ سولت بعض الأسر اللي يعني قديمة هنا في العرائش وخذينا منهم الأكلات اللي كتتميز بهم مدينة العرائش وأرخناهم في كتيب كان الاسم ديالو دليل الطبخ العرائشي اللي غادي يتم التقديم ديالو اليوم إن شاء الله. يعني حاولنا نخدموا على التراث ديال مدينة العرائش، بغينا نخرجوا داك الحويجات اللي يمكن يعني وغيفيدوا الساكنة من ناحية السياحة من ناحية ديال الموروث الثقافي ككل. شكرا.